جزاكم الله خيرا. يقول: قد حصل في إحدى القرى سيل وكاد يهلك الناس، ولكن أنجاهم الله بفضله. وبعد أن صلوا المغرب قام أحد المصلين وقال: نصلي ركعتين شكرا لله، هل ذلكم مشروع؟ هذا غير مشروع، هذا يعتبر بدعة. المشروع عند اندفاع النقم أو تجدد النعم سجود الشكر، أما صلاة ركعتين فهذا غير مشروع. نعم.